يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يضاف إلى أقسام سؤال المخلوق قسم سادس وهو السؤال المستحب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تنسنا يا أخي من دعائك؟ هذا ما هو مستحب، هذا ما هو مستحب، غاية ما يقال إنه مباح، ليس مستحبا. المستحب أنك تدعو الله أنت ولا توصي أحدا، هذا هو المستحب. النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا إكراما لعمر، إكراما لعمر، ولهذا فرح بها عمر رضي الله عنه، فهو قالها إكراما لعمر. نعم.